المسجد الحرام والهدي معقوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ما تدعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليظهر الله تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزرع